حديث في برنامج صباح الخير الجزائر متواصل وياكم لغايه الساعه 10 صباحا. كي نقولوا العطله الصيفيه، ايضا نقولوا عده نشاطات فنيه وعده نشاطات ثقافيه نفصلوا فيها شويه. هيدا مع ضيفتنا ربيعه من الديوان الوطني للثقافه والاعلام الشيخ بوبكر ربيعه، اللي تكلمنا على مختلف المواعيد اللي ينظمها الديوان طيله فصل الصيف. والحديث ايضا عن المواعيد الفنيه يقودنا للحديث عن موعد مهم كان بمدينه بوفاريك بالبوليده. الامر كان يتعلق ايضا بمهرجان الاغنيه الوطنية اللي كان حضره، وجبنا الحوصلة تاعو الزميل سمير لاليبي. بحضور السلطات المحلية احتفلت مدينة بوفاريك بعيد الاستقلال والشباب 56 من خلال هذا الموكب الذي شاركت فيه أفواج الكشافة الإسلامية والفرق النحاسية. هذا وسط حضور غفير تمازجت فيه أصوات بارود الخيالة مع النطاط العسكرية على أنغام الزرقاء. الموكب هذا جاب الشوارع الرئيسية للمدينة متجها إلى مقر بلدية بوفاريك. كباقي ولايات الوطن وكباقي بلديات ودوائر الوطن، نظمت بلديات بوفاريك برنامجا خاصا لهذه التظاهرة، برنامجا رياضيا ثقافيا، وخاصة واليوم نحن نشهد احدى النشاطات يعني التي برمجت هي تنظيم الأيام الوطنية للأغنية الوطنية. هذا العيد هو عيد وطني وعيد كل الشباب، وحنا إن شاء الله يكون كاين المزيد من هذه الحفلات لدعم وذكر الشباب لعيد الاستقلال. والله أنا سعيد جدا يعني بالدعوة اللي تلقيتها من السلطات المحلية وعلى رأسهم رئيس دائرة السيد علي قهار لحضور يعني هذا الحفل، ويعني وما أدرك هذا الحفل، حفل يعني مزدوج الاستقلال، عيد الاستقلال وعيد الشباب. وأنا يعني انبهرت بالقدرات اللي شفت يعني هنا، انبهرت يعني بالقدرات اللي موجودة على مستوى كل الولايات اللي حاضرة. لقانا مع الاحباب، ها عودي نبغيك في الوعادي كي تنهم، هموم الدنيا تغيب من بالي، نبغي لك العزة وعمارة المكان، خلي النسوة تفرح وتزغرد، وإذا غبت عليك نبقى حيران، ما تفكر خصايلك وسط الميدان، ما نبغيش عليك ربي اللي يعلم. عاود أخوي عاود، رتب رتب ما بعدها حضرنا فعاليات اليوم الختامي لمهرجان الأغنية الوطنية بشعاره جزائر الحب والسلام. المهرجان الذي نظمته احتفاء بعيد الاستقلال والشباب جمعية أمل بوفاريك بالتنسيق مع جمعية النور. بعد ما عشنا ثلاث أيام، يوم ثلاثة ويوم أربعة واليوم يوم خمسة، اليوم نعيش أحلى أيام الاختتام. بوفاريك الحمد لله بفضل السلطات الولائية بفضل السلطات المحلية أنها
قدرنا اليوم نجيب 11 ولاية، اليوم قدرنا نجيب 11 ولاية باش يعيشوا معنا هذه التظاهرة واختتام أيام الأغنية الوطنية المنظمة تحت رعاية السيد الوالي رئيس النادي الشعبي البلدي مؤسس أمن بوفريك للثقافة والرياضة بالتنسيق مع جمعية النور الثقافية. شعارنا كان جميل، جزائر الحب والسلام. إن شاء الله نقعدوا دائما نحبوا الجزائر، والجزائر تبقى أكيد تحبنا. من إليزي وبأصوات صدحت من أعالي جبال الطاسلة أتحفت فرقة إسال النطاسلة الحضور بأغانيها الممتعة. مشرف جدا ان نكونوا في وسط بين اهلنا وبين احبابنا وبين اصحابنا في مثل هذا اليوم، شيء مشرف جدا خاصه بفريق يعني تعنى لنا الشيء الكثير لانهم اكثر من اهل، او ان نرى من الطاف فوس دفوس ان ندخل الجزائر ندخل كاننا. فرقه النور الكبرى تميزت هي الاخرى على الركح وتفاعل معها الجمهور ايما تفاعل. هذا اليوم المبارك يوم الاحتفال بانتصارات 5 جويلية وعيد الوطن الشباب، فنشكر أولا منطقة أو دائرة بوفريك على هذه الدعوة الطيبة لمشاركتهم هذا الاحتفال. فهو ككل عام ينظم ملتقى للأغنية الملتزمة، وإحنا اليوم إن شاء الله بحول الله قاعدين نشارك معهم ككل عام بأناشيد وطنية إن شاء الله تخليدا لهذا الوطن الحبيب. الختام كان مع فرقة الأشواق القادمة من مدينة بشار التي أمتعتنا بمجموعة من الأغاني المتميزة. نشرفوا احنا مجموعة الأشواق بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي مع جمعية النور بوفريك، وطبعا هذه الاحتفالات الجزائر كلها تبتهج، الجزائر كلها تفرح بهذا اليوم ومع عيدي الاستقلال والشباب. طبعا مجموعة الأشواق تنشد للأم، تنشد للوطن، تنشد للمحبة، وبالفعل أكيد أنها تشارك في مراسم واحتفالات بهذا الشكل. الختام كان بالألعاب النارية التي أضاءت سماء بوفريك وسماء الجزائر. هذا البلد العظيم الذي سيبقى مضيئا ومشعا، حرا ومستقلا. عيشوا معا بسلام.